تحول مسار حياتها بالتفاني في رعاية أبيها. فرغم تخلي الأم عن زوجها المعاق، تمكنت الطفلة الصينية جيا جيا التي لم تتجاوز السادسة من عمرها من رعاية والدها الذي أصيب بالإعاقة الحركية بسبب حادث أليم قبل عامين. في مشاهد قادرة على إذابة قلوب الملايين، تبدأ الطفلة يومها مبكرا فتعمل على رعاية أبيها، إذ تساعده على التحرك بين زوايا المنزل باستخدام رافعة متحركة محلية الصنع، وتهتم بإطعامه وعلاجه قبل أن تشق طريقها إلى المدرسة. فحقا الإنسانية لا تشترى.